إلى الأرجنتين التي تسجل واحدا من أعلى معدلات التضخم في العالم، حيث تشير الأرقام إلى تجاوز معدل التضخم في هذا البلد 113%، أزمة اقتصادية خلفت موجة غضب عارمة وسط المواطنين وعمليات نهب وسطو على المحلات والمراكز التجارية في العديد من المدن الأرجنتينية أمام عجز الحكومة عن إيجاد حلول لهذه الأزمة الاقتصادية. هذا وتشير الأرقام أيضا إلى انخفاض قوي في قيمة عملة الأرجنتين أمام تواصل تدهور صادرات السلع الأساسية في هذا البلد.